أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من برنامج في المنتصف، والبداية من المشهد الليبي حيث شهدت العاصمة طرابلس ومدن عدة في الشرق والغرب مظاهرات تطالب بإسقاط جميع الأجسام السياسية في البلاد، حيث وصلت إلى حد أيضا إحراق متظاهري الشرق النار في مقر البرلمان في مدينة طبرق. فما الذي يسعى إليه بالفعل اليوم من يتظاهر في ليبيا؟ هل بالفعل هناك دوافع سياسية من هذه المظاهرات وهناك شخصيات وراء ما يجري حاليا في البلاد، أم هي مظاهرات عفوية خرج بها أبناء الشعب الليبي لاستعادة دولتهم واستعادة دولتهم مرة أخرى من أجسام سياسية كانت قد أيضاً أوصلت البلاد بحسب كثيرين إلى مأزق وانسداد سياسي؟ نبدأ حلقتنا في هذا اليوم مع ضيفنا هنا في الاستوديو سيد خالد الشريف، وكيل وزارة الدفاع الليبي الأسبق. مساء الخير سيد دكتور سيد خالد، أهلا وسهلا بك معنا. ودعني أبدأ معك هذه الحلقة من مشاهد لإحراق مقر البرلمان في طبرق. إذن نشاهد مشاهدينا المشاهد ونعود إليكم. إذن هذا المشهد في طبرق لإحراق مقر البرلمان الليبي من قبل المتظاهرين في الشرق الليبي. سيد الشريف، أهلا وسهلا بك معنا مرة أخرى. من هذه الصور الآن في طبرق، كيف تقرأ المشهد الحالي في ليبيا؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المشاهدين. لا شك أن هذه المظاهرات التي حدثت وما حدث على عقب هذه المظاهرات من عمليات إحراق للمجلس البرلمان في طبرق أو إحراق بعض الإطارات وإغلاق بعض الشوارع والطرق في عدة مدن أخرى غير طبرق، إنما هو عبارة عن تعبير وصل إليه الشعب الليبي أو جزء من الشعب الليبي نتيجة لعاملين أساسيين في ليبيا. العامل الأول المهم هو الأزمات التي يمر ويعاني منها الشعب الليبي، سواء الأزمات الاقتصادية، أزمة الكهرباء، أزمة السيولة، عدة أزمات إلى الآن لم تستطع الحكومة التنفيذية ولا الجهات التشريعية المتمثلة في برلمان طبرق في وضع حد أو حل لهذه الأزمات التي استمرت طيلة السنوات الماضية، بل تزداد تعمقا وتزداد تأثيرا على المواطن الليبي في مستواه المعيشي وفي جميع النواحي الأخرى. النقطة الثانية هو الانسداد السياسي الذي يشاهده المواطن الليبي الآن، أن هذه الأزمة ما زالت مستمرة ولم يعني يبدو في الأفق أي بوادر لحلول الأزمة السياسية في ليبيا. نحن نعلم أن آخر اجتماع الذي عقد بين رئيس مجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشكي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب في طبرق في مدينة جنيف برعاية الأمم المتحدة وحضور ستيفاني ويليامز لم يصل إلى نتيجة ولم يصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية واحدة من أجل إجراء انتخابات القادمة، وهذا يعتبر انسداد سياسي واضح وكبير جدا، لأن الشعب الليبي له مطالب منذ فترة طويلة يطالب بإجراء انتخابات واستبدال الأجسام السياسية الموجودة بأجسام جديدة. فلذلك يلاحظ المواطن الليبي أن هذه الأزمة السياسية إلى الآن لا توجد بوادر لحلها، فلذلك وصلت بحالة يعني لهذا لكن توقيت المحلق. التظاهرات اليوم في مدن ليبية كافة من أقصى الغرب حتى الشرق حتى والجنوب الليبي اليوم، سيد الشريف، بخصوص أن تتزامن هذه التظاهرات مع فشل اللقاء الثنائي بين عقيلة صالح والمشري، هل هناك رابط بينهما؟ طبعا لا شك في ذلك، هناك رابط، هناك يعني إعداد لهذه التظاهرات منذ 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 فترة. الحديث عن تاريخ 1/7 سميت بثورة الشباب، سميت بهذه المسميات، وهذا هو نحن لا نمنع أو نقول من حق المواطن التظاهر وأن يعبر عن رأيه، وهذه من الأشياء التي كان يطالب بها الليبيين خلال ثورة فبراير.
ولكن لا شك في ذلك لا يعني تظاهر هو التخريب أو 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 تحطيم وتهشيم الممتلكات الشعب الليبي. نحن نعلم أن عمليات الإحراق سواء كان البرلمان أو غير البرلمان، سواء كان مجلس بلدي مصراتة أو بعض الأماكن الأخرى، مجلس البلدي أو البلدية سبها أو غيرها، بعض المناطق تم إحراقها. فهذه مصالح هي عبارة عن مؤسسات ومباني إدارية يعني تمس المواطن الليبي. فلا ينبغي أن تتطور هذه المظاهرات من حالة التعبير عن الغضب أو حالة التعبير أو إيصال مطالب شعبية للمسؤول الليبي إلى 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 إلى, إلى, إلى عمليات تخريب وهدم وحرق. هل تعتقد أن هناك جهات وراء هذه المظاهر اليوم من إحراق مقر المراكز الحكومية، إن كان في طبرق أو حتى الآن فيما يخص العاصمة طرابلس؟ كان هناك مظاهرات لكن قوى الأمن قد فرقت المتظاهرين في العاصمة. هو طبعا المظاهرات حتى يكون الصورة واضحة، إلى الآن اتضح أن هذه المظاهرات حاول استغلالها الكثير من الجهات ومن الأطراف. فمثلا عندما نشاهد الذين قاموا بحرق أو التظاهر في مدينة طبرق وحرق برلمان طبرق، كانوا ينادون مثلا بعودة الدكتاتورية وعودة نظام القذافي، وهم من يعتبروا من جزء منهم الموالين ورفعوا أعلام النظام السابق. كذلك حدث هذا في بعض المناطق في طرابلس. وإن كانت هناك دعوات لإنهاء جميع الأجسام السياسية الموجودة، رفعت في طرابلس مثلا شعارات ضد البرلمان وضد مجلس أعلى الدولة وضد حكومة بشاغة وضد حكومة الدبيبة، وطالبوا بجميع إسقاط جميع هذه الأجسام. ولكن لا شك أن هناك بعض الأطراف خاصة من الأطراف المحسوبة على النظام السابق تحاول استغلال هذا الحدث في إبراز نفسها وإبراز أن هي تحاول أن توجه هذا الحدث وتستغل الغضب الشعبي الموجود نتيجة هذه الأزمات إلى مصالحها السياسية. ولهذا إحنا أيضا من هذا المنبر نحذر، يعني حتى نحذر عموما الليبيين، الشعب الليبي وأبناء فبراير والأحرار في ليبيا من استغلال هذه المظاهرات، ونحذر المواطن أن يتم استغلاله. المواطن لا شك أنه يعاني من أزمات، ومن حقه أن يعبر عن هذه المعاناة، ومن حقه أن يطالب بتحسين هذه الخدمات ويعبر عن رفضه للأجسام السياسية الموجودة. ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون يقظ وحذر بحيث لا يستغل غضبه ويستغل يعني هذا الوضع من أجل تمرير سياسات أو أجندة سياسية أخرى. يعني ربما أحد هذه الأجندات السياسية هي العودة لنظام الدكتاتورية والمطالبة بعودة لنظام السابق، نظام القذافي. طيب، لكن سيد الشريف، هناك أيضا نقطة هامة بخصوص هذه التظاهرات التي بدأت بوقت واحد من طرابلس إلى طبرق ومدن أخرى في ليبيا، الشرق والغرب الآن يتظاهر. هل هذه نقطة تحول أم كيف تقرأ هذا المشهد؟ هو طبعا يعتبر نقطة تحول خلال يعني هذا التنسيق الذي تم لهذه التظاهرات، وتحديد هذا التاريخ وخروج هذه المجموعات، وإن كانت يعني ليست بالحجم الكبير في عدة مناطق، دليل أن هناك جهات نسقت ودعمت هذا 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 الحراك يعني. وهذه من الأشياء التي الآن يجب أن توضح هذه الجهات أو هؤلاء المسؤولين عن هذا الحراك، يوضحوا من هم ويوضحوا ما هي مطالبهم ومن وراءهم، حتى تكون هذه الأمور تتم بشفافية ووضوح، حتى يستطيعوا أن يكسبوا بقية الشعب الليبي. أما بقاء هؤلاء خلف الستار ويتحرك شباب في بعض المناطق، شباب يعني يتحرك ويحرق إطارات ثم يهرب من الليل للليل، فهذه أعتقد لن تساهم في إيجاد حل لليبيا، بل بالعكس ستزيد في عمق الأزمة، وربما لا قدر الله قد تتطور إلى مشاكل أكبر إذا يعني حدثت. لكن هناك من يتحدث بأنه من الطبيعي أن يكون هناك مظاهرات في العاصمة طرابلس، لكن المستغرب هنا أن يخرج الآن أهالي طبرق وأيضا مدن في الشرق. هل بالفعل هذا مستغرب بالنسبة للليبيين الآن؟ طبعا لا شك أن في طرابلس الناس تتظاهر منذ السابق، يعني بحكم الناس الحرية في طرابلس يعني أكبر بكثير من المنطقة الشرقية، لأن المنطقة الشرقية محكومة بالمتمرد حفتر الذي يفرض قبضته الحديدية على المنطقة الشرقية ويمنع خروج أي صوت معارض له، بل يعني يصل إلى الاغتيال والقتل، والشواهد على ذلك يعني في الأحداث السابقة كثيرة جدا يعني. أما في طرابلس فكثير من المظاهرات تخرج الناس للمظاهرات وتعبر عن رأيها بحرية تامة، حتى ضد الحكومة
موجودة حكومة دبيبة والحكومة التي قبل حكومة السراج، خرجت العديد من المظاهرات وعبر عن رأيها، ولم يتم يعني التعامل معهم أو معاملتهم مثلا بقسوة أو بالاعتقال والإخفاء القسري. ولكن هناك في المنطقة الشرقية فهو يعتبر تحول كبير جدا في المنطقة، وهو دليل على أن أهل المنطقة الشرقية قد وصلوا إلى مرحلة أن تتضح لهم وتبين لهم الادعاءات التي يدعيها المتمرد حفتر بأنه جاء لبناء مؤسسة عسكرية وأنه جاء لبناء الدولة وأنه جاء من أجل مصلحة الشعب الليبي، فتضح لهم أن هذا الكلام هو عبارة عن كلام فقط ضحك عليهم بهذه الادعاءات وزج بأبنائهم في معارك مع بقية أبناء ليبيا، وقدموا أولادهم من أجل مصالحه، اتضح لهم أنه هو يشتعل لمصالحه الشخصية ومصالح عائلته وأبنائه من أجل الحكم ومن أجل الوصول إلى السيطرة وحكم ليبيا ومن أجل. إذن الخروج في الشرق أنت تربطه ضد حفتر وعقيلة صالح، يعني هو له مطالب يعني أدنى عنوان سياسي؟ نعم، هو الذين خرجوا في طبق كانوا يطالبون بإنهاء عقيلة صالح وحفتر أيضا يعني. وهذا يعني شيء جديد في المنطقة الشرقية، هذا الحراك يعني، وبدت يعني في البيضة خرجت مظاهرات ضد، وبدوا يعني يرشقون صورة حفتر، ففي بنغازي أيضا خرجت مظاهرات ضد حفتر، فهذا دليل على أن فعلا هناك في تحول وتغير في المنطقة الشرقية حول المتمرد. ربما كان في السابق هناك الناس غير راضية عن وجود المتمرد حفتر، كانت تخشى من التعبير عن رأيها، لكن الآن اجتازت هذه المرحلة وبدت في مرحلة التعبير عن رأيها، وأعتقد ربما تتطور إلى أكثر من ذلك. يعني أتمنى أن يتم إنهاء حفتر لأنه هو يعتبر من المشاكل الرئيسية في ليبيا والعقبة الرئيسية في سبيل السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، هو وجود حفتر إلى الآن، وهو الذي يعرقل أي عملية سياسية تحدث في ليبيا، يتم يقوم بعرقلتها واستمرار الأزمة التي يعاني منها المواطن الليبي. لكن أيضا في الغرب هناك تغريدة أيضا رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أيضا يقول فيها أضم صوتي للمحتجين في عموم ليبيا، كيف نفهم هذا التصريح للدبيبة أن يصرح وأن يضم صوته للمحتجين الذين يطالبون بإسقاطه؟ هو كما ذكرت يعني يحاول الكثير الاستفاده من هذه التحركات وهذا التعبير او الغضب الشعب الذي حدث يعني من اجل مصالحهم السياسيه. كذلك ما يسمى بالمتمرد حفتر او يسمى بالقياده العامه هناك اصدرت بيان تؤيد فيه الحراك السياسي وتعبر عن تأييدها لمطالب الشعب وانها ستقف في صف الشعب، ولكن نحن نعلم ان حقيقه المتمرد حفتر يعني. فهذا الذي يعني نؤكد عليه ان الحذر من ان تستغل هذه الاطراف السياسيه الموجوده الان والتي كانت سبب في الازمه الليبيه وسبب في استمرار معاناه المواطن الليبي، ان تستغل هذه معاناه المواطن من اجل الوصول الى مصالحها السياسيه. أيضاً دعنا نشرك معنا في هذا الحوار سيد خالد الشريف، نرحب بضيفنا ينضم إلينا الدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي الليبي. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك معنا دكتور محمد، أبدأ معك من قراءة لكم لهذه التظاهرات في كافة المدن الليبية، كيف تقرأ هذا المشهد اليوم في ليبيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني هذه التظاهرات كانت متوقعة، ربما تأخر عن وقتها. أيضا الوضع المعيشي في ليبيا أصبح كارثيا في كل ما تعنيه الكلمة، خصوصا بعد ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء في كافة المدن الليبية لساعات طويلة، وكان أحد أسباب هذا هو قفل النفط من قبل قوات حكومة بشاغة أو حفتر، وانقطاع الغاز أيضا عن محطات التوليد وارتفاع درجة الحرارة اللي أدت إلى زيادة الاستهلاك. هذا من ناحية، من ناحية أخرى ارتفاع الأسعار في كل المدن الليبية. ثم هناك أسباب في بعض المناطق، أسباب خاصة بتلك المناطق كما حدث في طبرق على سبيل المثال. هناك أسباب أخرى. ما هي هذه الأسباب الأخرى؟ بالنسبة في طبرق طبعا هناك تشنيس لعدد كبير من المواطنين من مصر اللي هم القبائل الأصولها ليبية والتي ذهبت إلى مصر مثل أولاد علي ومثل قبيلة الجوازي، هؤلاء يعدون بالملايين في مصر. هناك محاولات لتوطين عدد كبير منهم في المناطق الشرقية.
الأرقام تتكلم عن حوالي 200,000 شخص تم تهجيرهم أو تم توطينهم في ليبيا في الأربعة أشهر الماضية فقط. هذا في الحقيقة طبعا يخدم الترتيب الديموغرافية في المنطقة الشرقية وخصوصا في طبرق، لأن قبيلة العبيدات هي موطنها طبرق تتأثر كثيرا بهذا. أيضا حتى في بنغازي، لأن في بنغازي قبيلة أخرى هناك تسمى بقبيلة العواجير تتأثر كثيرا جدا بهذا وخصوصا من قبيلة الجوازي. هذه الأسباب إضافة للأسباب الأخرى أدت إلى هذا الاحتقال. إذن في شيء آخر مهم جدا أيضا يخص بالمنطقة الشرقية، المنطقة الشرقية عاشت منذ 2014 إلى اليوم على اسطوانة الحرب على الإرهاب والحرب على الإسلاميين واختلاع الإخوان من ليبيا والغزو التركي وغيرها من هذه العبارات. الآن يشاهد مواطنين المنطقة الشرقية أن قادتهم مع جيرة صالح وخليفة حفتر يتحالف مع بعض القيادات اللي كانوا يحاربها، بل وهناك تحالف معلن مع جزء من حركة الإخوان المسلمين في ليبيا. طبعا هذا يثير الغضب في المنطقة الشرقية لأنهم يحسون وكأن طيلة المدة اللي فاتت يعني كانوا يكذبون عليهم وكانوا يستغلونهم، والآن يرون الذين كانوا يدعون أنهم أعداء فيما سبق الآن حلفاء يتحالفون مع بعض وينسقون مع بعض. وهذا طبعا أثار زاد أيضا من أو أثار كثير من سكان المنطقة الشرقية وزاد من الغضب. يعني الأسباب متعددة، لكن هذه أهمها. بالنسبة للمنطقة الشرقية، المنطقة الغربية سوء الأحوال المعيشية، ثم في النهاية وبعد هذا كله طبعا سبب مهم جدا وهو أن الكل ينتظر الانتخابات. هناك 3 مليون ليبي رشحوا سجلوا أنفسهم في القائمة الانتخابية ينتظرون قانون انتخابي. من الواضح جدا أن مجلسي الدولة والبرلمان يناورون لعدم الذهاب إلى هذه الانتخابات. وهل أنت تؤيد بأنه الآن الحل الوحيد والسبيل لخروج من هذه الأزمة الآن في ليبيا بالانتخابات دكتور محمد؟ هو شوف، الانتخابات لن تكون حل الأزمة ولكنها ستكون بداية لحل الأزمة. لا أحد يملك عصا سحرية لحل الأزمة في ليبيا. نحن نتحدث الآن عن أزمة دامت لمدة 11 سنة، تخللتها 3 أو 4 حروب أهلية، تخللتها إغلاقات لمصادر النفط في ليبيا، يعني كثير جدا من الأحداث حدثت في هذه 11 سنة. فالكلام عن حل الأزمة بين يوم وليلة هذا طبعا وهم، ولكن بدون شك أن انتخابات برلمانية، وأنا أتحدث هنا فقط عن انتخابات البرلمانية، هي الخطوة الصحيحة الآن في الذهاب إلى حل الأزمة. المشكلة اللي عندنا في ليبيا أن الأجسام الموجودة الآن انتهت شرعيتها منذ مدة طويلة، لا تعبر عن أحد إلا عن مصالحها الخاصة. ولذلك من الشيء الطبيعي، يعني هذه الأجسام جسم انتخب في سنة 2012 وجسم آخر انتخب في سنة 2014، يعني 8 سنوات. الوضع السياسي والاجتماعي والديموغرافي أيضا تغير كثيرا طيلة هذه 8 سنوات أو 10 سنوات الماضية. ولذلك نحن نحتاج إلى أجسام جديدة تعبر عن الشارع اليوم. للأسف الشديد المجموعة الموجودة في السلطة الآن وأخص بها مجلس الدولة والبرلمان ومعها كافة الأحزاب، أو أستطيع أن أقول 90% من الأحزاب الموجودة بكافة توجهاتها سواء كانت علمانية أو إسلامية، لا تريد هذه الانتخابات لأنها تعلم جيدا أنها ليش عليها في الشارع. ولذلك الآن نشاهد تحالف يعني غريب جدا، ربما المشاهد العربي أو المشاهد المصري يعني ينصدم من التحالفات الغريبة الموجودة في ليبيا. يعني الآن مثلا في ليبيا هناك تحالف بين إخوان المسلمين وخليفة حفتر، وكأنكم في مصر على سبيل المثال تشاهدون تحالف بين رئيس الجمهورية الحالي ومحمد بديع مثلا أو أحد قيادات الإخوان. هذا ما يحدث في ليبيا، وهو تحالف غريب جدا أثار الشارع طبعا وزاد أيضا في الاحتقان يعني بدون شك. شكرا لكم المحلل السياسي الليبي دكتور محمد فؤاد، كنت معنا عبر الهاتف. وأعود إليك مرة أخرى سيد الشريف ضيفنا في الاستوديو. بالنسبة للحل في الخروج من هذه الأزمة، هل يكمن بالانتخابات كما ذكر دكتور محمد؟ هو لا شك أن الانتخابات جزء من الحل كما ذكر الأستاذ محمد في ذلك، وهذه مطالب الشعب الليبي، لأن الشعب الليبي علم أن الموجودين الآن الأجسام الموجودة السياسية لم تصل إلى حل سياسي ولم تقم بأي عمل يعني لصالح الشعب الليبي، بل استمرت الأزمة ومعنت الأزمة. فلذلك
مطالبة بهذا الأمر، هو جزء من الحل السياسي للانتخابات، وكذلك الجزء الثاني هو يجب القضاء على التمرد الموجود الذي يقوده حفتر، لأن هذا التمرد ما دام إذا استمر في ليبيا واستمر يعني يمتلك القوة ويمتلك القوة المادية والقوة العسكرية، فسيستمر في 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 فرض أجندته، وسيستمر في يعني إنشاء وفتح الجبهات والحروب في ليبيا وافتعال الأزمات، ولن تستقر ليبيا ما دام هذا التمرد مستمر. فهذه هذه من الحلول، يعني يجب القضاء على التمرد، إنهاءه بأي صورة أو بشكل من الإشكال، ونتمنى أن إخواننا في المنطقة الشرقية يتحركوا خلال هذا الحراك الموجود هذه الأيام، ويقوموا بإنهاء هذا التمرد والقضاء عليه، لأنهم أقدر على ذلك شعبية من خلال هذه مناطقهم، وهؤلاء أبنائهم الذين معه يستطيع القضاء عليه، وهذه الخطوة الأولى في سبيل ذلك. ثم بعد ذلك تكون الخطوة الثانية أيضا إجراء انتخابات، وأعتقد أن هذا سيكون عامل أساسي في استقرار ليبيا. بدون هذين العاملين، القضاء على هذا التمرد وإجراء انتخابات، ستستمر الأزمات، وسيحاول الأجسام السياسية الموجودة الآن عرقلة هذه الانتخابات لإطالة أمد بقائهم في السلطة. وهذه العرقلة للانتخابات الآن سيد الشريف، هناك أيضا بعد المطالبات الشعبية بتنحي كافة الأجسام السياسية في البلاد، كان هناك تصريح أيضا للمجلس الرئاسي يقول أن المجلس منعقد بشكل دائم، ما هي الرسائل من المجلس الرئاسي الآن؟ هي حتى يعني نكون منصفين نوعا ما، الأجسام السياسية الموجودة ليست كلها في مستوى واحد من السوء. يعني مثلا عندما تحدث عن الخلافات الموجودة الآن بين مجلس النواب ومجلس أعلى الدولة، مجلس النواب يصر على 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 إعطاء الإذن للمزدوجين حاملين الجنسية المزدوجة، يعني من يحمل جنسية غير الجنسية الليبية، الترشح للانتخابات الرئاسية، والمجلس الأعلى للدولة يرفض هذا الأمر، ويطالب بعدم قبول هذا الأمر. واتفقوا في القاهرة على نقطة أن يتم المتقدم للانتخابات الرئاسية إذا كان لديه جنسية أخرى غير الجنسية الليبية أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية غير الليبية، وكان الاتفاق أن يتم على هذا الأساس. وعندما لكن وصل إلى جنيف مارس حفتر يعني سلطته على عقيلة صالح والمنطقة الشرقية، ورفض هذا الأمر من جديد، ورفض أن قال يجب أن يبقى يحق لكل مواطن ليبي أن يتقدم للرئاسة مهما كان، يعني حتى لو كانت لديه جنسية أو جنسيتين أخرتين أجنبيتين، وهذا طبعا في القانون الليبي ممنوع. فاستمرت الأزمة، والأزمة أعتقد كما ذكرت هي متمثلة في حرص حفتر على أن يكون هو في المشهد السياسي الليبي ويقود المشهد السياسي الليبي، ورفض الكثير من أبناء الشعب الليبي لوجود حفتر، لأنهم لا يريد أن يعودوا للحكم الفرد وحكم الدكتاتورية وحكم العائلة السابق. فهذه واحدة من المشاكل الرئيسية في في في, في ليبيا، وما تابعها من أزمات أخرى هي عبارة عن 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 يعني عن عن سلسلة متواصلة من هذه الأزمة الرئيسية. لكن عرقلت يعني حفتر لملف المفاوضات بين عقيلة صالح والسيد خالد المشري في جنيف، إن كان بالفعل حفتر وراء ذلك، كيف أيضا تفسر من يتحدث بأن هناك أيضا خلافات الآن بين حفتر وعقيلة صالح، وهناك الآن من يطالب عقيلة صالح بالتنحي بعد حرق مقر البرلمان في طبرق؟ هو لا شك إذا يعني الخلاف، لا أعتقد أن هناك خلاف حقيقي يعني، ولكن عقيلة صالح هو يعبر عن مطالب حفتر، يعني عقيلة صالح لا يستطيع أن يتخذ أي إجراء منافي لما يقوم به حفتر. يعني عقيلة صالح لم يثبت ولم يصدر حتى أي قرار أو أي أمر مثلا في 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 ملابسات قتل نائبة أو نائبة معه في البرلمان، اغتيلت امام بصري وسمعي وبصري، يعني يعلم القصه، ولم يستطع ان يفتح فيها حتى تحقيق، ويعلم من قتلها ويعلم من اخفاها، فكيف له ان يخرج عن طاعه حفتر؟ لا شك ان الوضع هناك في المنطقه الشرقيه اخي محمد، حفتر هو المسيطر الفعلي على ضال برلمان الموجودين هناك، يخشون حفتر، وعلى عقيلة صالح أيضا يخشى حفتر. أما مسألة هذه ظهور المظهر أنه مختلف معه وغير مختلف معه، فهذا أعتقد أنه عبارة عن هي نوع من الحبكات السياسية من أجل الوصول على تنازلات من ولكن هناك من دعا أيضا لعقد جلسات البرلمان المقبلة في بنغازي وليس في طبرق بعد حرق أيضا البرلمان، ألا تعتبر هذه الخطوة بأنه انقلاب من حفتر على عقيلة صالح؟ أنا أرى نفس الـ هي طبرق هي بنغازي، يعني هي هما الاثنين واقعين تحت سيطرة حفتر،
يعني هو المسيطر الآن. حفتر الآن عندما يعني في هذا اليوم أرسل الآن في الطريق رات العسكري ليطبق من أجل يعني السيطرة عليها والقضاء على الذين قاموا بالخروج ضده، لأن أمس عندما خرجوا ضده وأحرقوا المجلس النواب، أحرقوا أيضا صور حفتر وأبنائه، فعلم أن هؤلاء خرجوا من أجل يعني ورفعوا الإعلام النظام السابق الإعلام الخضراء، فعلم أن هؤلاء سيكونوا ضده، فلذلك الآن أرسل لهم قوات في الطريق من أجل إعادة السيطرة على المدينة. نحن الآن نتحدث عن أيضا مظاهرات تستمر، وهناك دعوات لأن تكون يوم الأحد أيضا زخم جديد لهذه التظاهرات في كافة المدن الليبية، وأيضا خلاف وعرقلة أيضا كما ذكرت حفتر للملف التفاوض بين عقيلة صالح والخالد المشري في جنيف، لكن هناك أيضا عامل ربما يأخذ بليبيا إلى بر الأمان وهو السيد محمد المنفي رئيس المجلس أيضا المجلس الرئاسي، ولكن له تصريحات في الأسبوع الماضي يقول فيها وأشار فيها لإمكانية تدخل المجلس واستخدام السلطة السيادية في حال فشل لقاء عقيلة صالح والمشري. هل يكون بالفعل السيد المنفي هو رئيس المرحلة المقبلة في ليبيا وسط هذا الفشل، وأيضا عدم التوصل للتسوية بين عقيلة صالح وخالد المشري؟ أنا أعتقد أن السيد المنفي لن يستطيع أن يفعل شيء لهذه المرحلة، وأعتقد أن الأحداث أكبر من المجلس الرئاسي والأوضاع في ليبيا أكبر من المجلس الرئاسي الذي كان من المفترض فيه أن يتخذ عدة خطوات سابقة في عدة أحداث سابقة، ولكن لم يحرك ساكنا. الصراع في ليبيا والمشاكل في ليبيا، النفط تم إقفاله، يعني أحداث تحدث كبيرة جدا، لم نرى المجلس الرئاسي يتحرك أو يتخذ أي قرارات ضد هذه الأشياء، فلذلك لا أعتقد أن السيد المنفي سيكون له يعني دور الحسم في حل هذا في حل هذه المسألة. هذا من هذه الناحية. الناحية الأخرى، إذا فرضنا أن مثلا تحرك المجلس الرئاسي وأخذ بزمام المبادرة وأعلن مثلا فرض حادث طوارئ وتعيين نفسه رئيسا لقيادة البلاد، من سيمتثل له؟ حفتر لن يمتثل له، وهذا شيء مؤكد وشيء طبيعي، لن يمتثل له حفتر، لأنه لن يرضى حفتر بأن يكون تحت أي سلطة مدنية، بل يسعى أن يكون هو القائد الأوحد في ليبيا. وهذه الذي حدث، يعني اتفاق الصقرات، عندما نلاحظ الأحداث السياسية في ليبيا منذ 2015 إلى الآن، اتفاق الصقرات كان فيه مجلس المؤتمر الوطني ومجلس النواب، وانبثقت عنه حكومة السيد السراج، وكان الأصل أن خلاص يتم حكومة السراج وتتحد البلاد، ولكن تم معارضة حكومة السراج، وتم يعني منع الميزانية عنها، بل والهجوم عليها في طرابلس، وهذا كله من قبل حفتر. كذلك جاء بعد ذلك اتفاق جنيف كان عقيلة صالح، وكانوا كلهم متفقين أن اتفاق جنيف سيلتزموا بما ينتج عنه من اتفاق، وجاءت حكومة دبيبة نتيجة اتفاق جنيف، ولكن عندما جاء واستلم الحكم اعترض مجلس النواب عليه، لم يعطيه الميزانية، لم يعترف به، لم يمكنه من زيارة المنطقة الشرقية، منعه حفتر من ذلك، وهذا أظن واضح للعيان. فلذلك المسألة ليست في أن المجلس السياسي يتخذ القرار سيدعى له الجميع، هذه يعني حتى تكون الأمور واضحة، بالعكس أنا أعتقد أن الأزمة ستستمر، لأن المشكلة في ليبيا متمثلة في شخصية محورية وهو موجود التمرد الذي أيضا في هذه الاحتجاجات في الشوارع الليبية. دعنا نرحب أيضا ضيفنا ينضم لنا عبر سكايب السيد محمد شوبان المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية. مساء الخير سيد محمد، ودعني أبدأ معك من أيضا تحية طيبة. أهلا وسهلا بك كأيضا متحدث باسم القوى الوطنية الليبية، كيف تتابعون الأحداث الآن في الشوارع الليبية؟ بداية تحية طيبة لك ولضيف السادة المشاهدين. طبعا الأخير تأخذ منحة تصاعدي بشكل، يبدو هناك مشكلة بالصوت من المصدر سلمية. سيد شوبان حتى يتم إصلاح هذا الخلل، إذن سنعود إليك. أعود إليك مرة أخرى للسيد الخالد المشري الشريف عفوا، بخصوص أيضا هناك أيضا كان إعلان من تيار البتريس الشبابي الرجال الليبيين عزمهم بمواصلة أيضا
مشوار التظاهر السلمي كما ذكرت لك يوم الأحد المقبل والأيام المقبلة؟ ما المتوقع؟ ما مستقبل الآن التظاهرات في ليبيا؟ هو طبعا جزء من المظاهرات يقوم بها تيار يعني يسمي في نفسه بالتريس يعني بالليبي يعني بهذا الاسم، وهم الذين كانوا في ميدان الشهداء ويرتدون السترات الصفراء وقادوا هذا الحراك في 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 في, في طرابلس. ولكن كما ذكرت لك ان هذا الحراك ايضا استغله الكثير من الجهات الاخرى، كذلك ازلام او المحسوبين على النظام السابق نظام معمر القذافي تنادوا للخروج في هذه المظاهرات ورفعوا شعارات كما حدث في طبق وفي بعض المناطق الاخرى شعارات النظام السابق، وطالبوا بعوده النظام السابق وبتنصيب سيف الاسلام ابنها رئيسا، وهذه طبعا مخالف يعني لما ينادي به الحراك الاخر. فهناك كما ذكرت لك ان الحراك الان يعني هناك حراك في الشارع الليبي، هناك غضب في الشارع الليبي لا شك نتيجه المأساة والتي يعانيها يعني من على جميع المستويات، وكذلك انسداد الافق السياسي الذي يراه المواطن الليبي في 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 الوصول الى حل. فلذلك يحاول الان الكل استغلال هذا الحراك وهذا الغضب الشعبي من اجل تحقيق مصالح معينه. فلذلك نحن ايضا ننبه ونحذر ايضا القائمين على هذا الحراك او قاده الثوره او الثوار الذين جاءوا بثوره 17 فبراير ان ينتبهوا لهذه المؤامرات. هناك ربما تحاك ايضا مؤامرات، نحن نعلم ان هناك مؤامرات حدثت في دول اخرى استغلت معاناه المواطن من اجل القضاء على 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 حريه المواطن والاتيان بحكم عسكري بديل استمر المواطن يعاني منه أشد مما عاناه في الفترات الأولى، وهذه لا شك يعني ليست بغريبة عن هذه المؤامرات. فلذلك ننبه لهذه المؤامرات والانتباه لهذا الأمر. لا شك أن من حق المواطن أن يعبر عن رأيه، لا شك أن من حق المواطن أن يتظاهر وفق القانون ولا 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 يعني ولا يقوم بالتخريب ولا يقوم بكذلك، ولكن أيضا يجب أن تكون المطالب واضحة للمواطن. كذلك الذين يقودون الحراك يجب أن يعبروا عن أنفسهم، يتبنوا حراكهم، يعبروا عن مصادر تمويلهم حتى تكون هذه الأمور في شفافية ووضوح تامة. يعلم الشعب الليبي أن الذي جاء يتظاهر الآن في الشارع من أجل مصالح الشعب الليبي وليس من أجل مصلحة معينة أو يحرك من جهة معينة أو من شخص ممول لديه مال أو من جهة سياسية أو أيا كان يعني. فهذه من الأشياء المطلوبة. كذلك يعني يجب على الحكومة أيضا والمسؤولين أن يعوا أيضا أن لا شك أن المواطن لا يجب أن يمارس العنف في هذه المظاهرات، لا يجب المواطن أن يعتدي على المصالح العامة في هذه في هذه في هذه في هذه التظاهرات ويحافظ عليها، ولكن كذلك على الحكومة أيضا أن تحافظ على المواطن، لا تعتدي على المواطن. قطع الكهرباء عن المواطن بال14 و15 و20 ساعة في اليوم هو اعتداء على المواطن تعطيل مرتباته بالأشهر حتى يصل لمرحلة الفقر هو اعتداء على المواطن. فهذه يجب على الحكومة أيضا أن لا تعتدي على المواطن، عندما تطالب المواطن بعدم الاعتداء على الممتلكات العامة يجب أيضا حتى الحكومة تعمل عدم الاعتداء على المواطن. طيب أيضا نرحب مرة أخرى عفوا مشاهدينا سيد محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، أسألك أيضا متحدث باسم هذه المبادرة القوى الوطنية الليبية، كيف تتابعون التظاهر الآن في مدن ليبيا؟ بداية تحية طيبة لك ولكل ضيفك الكريم ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد هذه الاحتجاجات كانت احتجاجات متوقعة منذ زمن طويل، نظرا طبعا للإخفاق واضح لكل الأجسام السياسية في تنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف. هو أكبر دليل على ذلك هو حجم المعاناة التي يعيشها الليبيين اليوم. مبادرة القوى الوطنية لديها قيادات في كل المدن فيما يتعلق بهذه الاحتجاجات، ولكن من جانب آخر طبعا نعلم جيدا بأن هذه احتجاجات من التيارات السياسية في ليبيا وقصت بيان فيما يتعلق بالمحتجين، ونحن كمبادرة أساليب العنف وأساليب الحرق وأساليب الهدم. يبدو أيضا هناك نفس المشكلة نواجهها يعني معك سيد شوبار، سنعود إليك بعد إصلاح هذا الخلل إذا ستكرمت علينا. إذا نعود إليك سيد الشريف بخصوص أيضا
هنا السؤال بمسألة النزول إلى الشوارع، بالنسبة للحالة الليبية هل يحقق بالفعل الهدف المرجو منه؟ هو لعله يعني يسبب نوع من الضغط على 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 النخبة السياسية في 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 إجراء حلول أو في إجراء إصلاحات معينة. يعني أعتقد أن لا شك في ذلك، ربما لا يأتي بالحل كاملا، لأن أيضا نزول الشوارع وإسقاط حتى هذه الأجسام مع عدم وجود رؤية سياسية واضحة ما بعد هذه اللحظة سيدخل البلد كذلك في 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 فراغ سياسي، وربما في في صراعات أكبر وأكبر. ولكن أعتقد أنه يمكن يسبب هذا الخروج ضغط على على المسؤولين في في الحكومة والنخبة السياسية، إما الوصول إلى حل وإما الإجراء يعني القيام بكثير من الإصلاحات التي يعني وتحسين الوضع المعيشي للمواطن في ليبيا. ولكن سيد الشريف، بخصوص أنت تعلم وذكرت الأزمة الآن بليبيا منذ عام 2015 حتى هذه اللحظة تقريبا سبع سنوات يعني من الأزمة المتواصلة في ليبيا، إذا ما كان يتحمل سيد اللواء المتقاعد خليفة حفتر جزء من هذه الأزمة، ماذا عن الأطراف الليبية الأخرى؟ هو لا شك أن الأطراف الليبية الأخرى قادرة على الوصول إلى حل سياسي، قادرة مهما كان في بينها من خلافات قادرة على الوصول إلى حل سياسي، وكانت هناك مبادرات سابقا قبل يعني قبل وصلوا في 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 الصخرات إلى اتفاق، مهما كان شكله ولكن وصل الاتفاق في جنيف، وصل الاتفاق مهما كان شكله ولكن وصل الاتفاق. ولكن من كان المعترض على هذه الاتفاقيات؟ من الذي عقل هذه الاتفاقيات؟ والذي عقل هذه الاتفاقيات هو المتمرد حفتر، هو الذي استمر في 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 سيطرته على المنطقة الشرقية، واستمر في في يعني في في محاولاته للوصول لحكم ليبيا بأي صورة كانت، وفرض نفسه على الشعب الليبي فرضا بالقوة. فلذلك أعتقد أن المسألة الأطراف السياسية الأخرى لا شك أن لديها يعني جزء في من هذه المسألة من هذه المشكلة، ومشاركين في هذه في المسائل الخاصة في يعني في الأزمات الحياتية التي يعاني منها المواطن. ولكن أعتقد أن هذه الأطراف السياسية قد تصل إلى حل في وقت ما، تصل إلى حل ربما لا يرضي جميع الأطراف، ولكن يستطيع الوصول إلى حل يرضي جزء من هذه المطالب، هم مطالب الأطراف السياسية. ولكن الطرف الوحيد الذي يأبى أي حل ويرفض أي حل إلا أن يكون هو الحاكم الليبي هو المتمرد حفتر، ونحن نشاهده يعني من خلال المبادرات السياسية التي كما ذكرت لك في الصخرات في جنيف، مؤتمر برلين وغيرها من المؤتمرات التي عقدت، وكان المعقل الوحيد لهذا الأمر هو المتمرد حفتر. المشكلة في ليبيا بالشخصيات، يعني في حال تغيير هذه الأجسام السياسية بالفعل يمكن التوصل إلى اتفاق ما، إلى تسوية بين الأطراف السياسية في ليبيا؟ المشكلة في ليبيا في وجود مشروع إعادة ليبيا للحكم العسكري، الحكم الدكتاتوري متمثل في حفتر. ربما يذهب حفتر ويأتي وربما يأتي من بعده ويحمل هذه نفس هذه الأشياء، ستكون المشكلة مستمرة. الشعب الليبي عانى من الدكتاتورية وعانى من حكم الفرد وحكم العسكر 42 سنة وما رأى منه خيرا يعني. فلذلك لا يريد أن يعود إلى المربع الأول. فلذلك الأزمة في ليبيا متمثلة في شخص متمرد حفتر، لأنه هو الذي يقود مشروع الحكم العسكري وحكم عسكرة الحكومة وحكم العائلة وحكم الفرد، هو الذي الآن يتولاه والذي يقوده. والشعب الليبي يطالب بحكومة مدنية، حكم مدني، حكومة فيها نوع حرية، فيها ديمقراطية، يختار من يشاء، حتى إذا تم اختيار شخصيات سيئة أو غير معلمة ولكن لديه مجال في تغييرها في انتخابات أخرى، في دورة انتخابية أخرى. ولكن يعلم أن إذا سيطر الحسكر أو تمرد حفتر الذي هو يعتبر يعني في نفس جينات القذافي، فيعلم أن عند ذلك يعني سيستمر هذا الحكم العسكر إلى ما لا الله أعلم إلى مدى، وسيفرض أبنائه على حكم الليبيين كما كان يعمل النظام السابق. فهو المشروع الآن صراع بين مشروعين حقيقي، صراع في ليبيا بين المشروع المدني والمشروع العسكري. المشروع المدني تغذيه بعض الدول التي تريد مصالح الشعب الليبي وتريد حرية للشعب الليبي، والمشروع العسكري تغذيها بعض الدول الإقليمية التي تريد عودة الحكم العسكري ليبيا وفرض الحكم العسكري ليبيا لمصالحها السياسية، مصالحها الاقتصادية، مصالحها الجيوسياسية، جميع المصالح لهذه الدول. هل أنت مع بالحل يمكن أن يكون أو يكمن في مسألة التوصل إلى تشاركية بين العسكر والمدني كما حصل الحال في السودان الآن؟ لكن هناك بحسب أيضا الكثير في السودان هناك أيضا انقلاب من العسكر على السلطة، هل في ليبيا الحالة الليبية يمكن تطبيق هذا النموذج في ليبيا بأن يكون هناك تشاركية بين العسكر والمدني؟ هم حاولوا الآن في السابق، حاولوا عمل هذه التشاركية ولكن فشلوا.
فشلوا بسبب تعنت حفتر، لا يريد حفتر لا يريد المشاركة، حفتر لا يريد أن يجلس على الطاولة مثل بقية الأطراف الأخرى، يريد أن يكون هو على رأس القائمة، هو على رأس الطاولة، وهو هو الحاكم الرقم واحد في ليبيا. فلذلك يرفض كل جميع الحلول التي يكون هو فيها فرد من الأفراد أو جزء من احنا نقول التشكيلة السياسية، يرفض ذلك، يريد أن يكون هو فقط يعني. فلذلك الصغيرات عندما جاءت الصغيرات يعني، وكان لحفتر يعني دور فيها يعني، أرسل مجلس النواب واتفقوا ووقعوا في جنيف، أيضا كان متفق ومتفق مع مخرجات جنيف وأنه سيوافق عليها، وشكل لجنة 5+5 من أجل الوضع حل يعني للحل وتوحيد المؤسسة العسكرية. ولكن لأن حفتر عندما يرى أنه لا يمكن أن يوافق إلا إذا كان هو الحاكم الفعلي ليبيا، وهذا يعني مشاهد من خلال تحركاته السياسية والعسكرية التي يقوم بها والمحاولات التي حاولها عسكريا في السابقين. ولكن أيضا هنا السؤال سيد الشريف بخصوص العامل الدولي هنا والدول الآن المتدخلة في الشأن الليبي، أو حتى الأمم المتحدة التي تحاول أيضا تنظيم انتخابات في ليبيا. هناك تنديد دولي الآن باقتحام المتظاهرين لمقر البرلمان بطبرق، أين المواقف الدولية من ما يجري الآن في ليبيا؟ لماذا أيضا لم نشهد تدخل بالفعل التوصل للتسوية بين هذه الأجسام السياسية، حتى في اللقاء الأخير الذي جمع عقيلة صالح بالسيد خالد المشري في جنيف؟ طبعا لا شك أن المجتمع الدولي أيضا مختلف حول القضية الليبية أيضا يعني. هناك خلافات بين الدول، خاصة الدول الخمسة أعضاء مجلس الأمن، وزادت هذه الخلافات ربما عمقا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، زادت هذه الخلافات عمقا وشدة، ولذلك تتأثر ليبيا من هذه الخلافات. الدول هذه ترعى، وكل هذه الدول ترعى تنظر إلى مصالحها وما مرتبط بليبيا ومصالحها مع ليبيا، فذلك الكل يسعى إلى مصالحه. فذلك هو اختلاف المجتمع الدولي، إلى الآن هم غير متفقين ولم يستطيعوا أيضا إيجاد مبعوث للأمم المتحدة لليبيا، لازال هناك خلافات، وهناك من يستخدم حق الفيتو من أجل إبعاد بعض الشخصيات المعروضة لهذا الأمر. فذلك أنا أعتقد لا نرجو حلا من بعثة الأمم المتحدة، بعثة الأمم المتحدة فقط لا تحل الأزمات ولكن تدير الأزمات. الأزمة الليبية لم تجد لها حلا، فقط تديرها وتنقلها من مرحلة انتقالية إلى مرحلة انتقالية، والشعب الليبي ما زال يعاني. وإلا إذا يعني تحدثنا عن الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تعلم من هو مجرم الحرب، وتعلم من هو الذي ينتهك حظر السلاح في ليبيا، وتعلم من هو الذي يعني يمارس المقابر الجمعية، كل بالأدلة وبالبراهين وبالإثباتات موجود ويعلمون ذلك، ولكن يغضون الطرف. هل أليس بإمكانهم أن يمنعوا ذلك؟ أليس بإمكانهم يتخذوا قرار ويتفقوا طيب على إبعاد هذه الشخصيات التي يعني سببت هذه المسألة للمواطنين؟ نعم. أيضا عدا إلينا مرة أخرى سيد محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، مرة أخرى أسألك عن أيضا كيف تتابعون الآن التظاهرات في الشارع الليبي؟ بداية تحية طيبة ليك ولضيفك الكريم ولكل السادة المشاهدين. هذه الاحتجاجات الحقيقة كنا نتوقعها منذ فترة طويلة، نظرا لتردي الأوضاع المعيشية التي يمر بها المواطن في ليبيا، وأيضا لفشل كل الأجسام السياسية التي انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي في تنفيذ كل المخرجات التي كان من المفترض تنفيذها خلال المرحلة التمهيدية التي ابتدأت منذ 5 فبراير سنة 2021 إلى حد هذا اليوم. ونحن الحقيقة لنا قيادات في هذه الاحتجاجات، من المعلوم جدا بأن هذه الاحتجاجات تضم تيارات سياسية مختلفة، أيضا نرفض كل الأعمال الشغب سواء كانت الحرق سواء كان غلق الطرقات، أيضا يعني ما حدث للمبنى الخاص بمجلس النواب. مبادرة القوى الوطنية الليبية صدرت بيان في هذا الخصوص. نحن ندعم فقط المظاهرات والاحتجاجات السلمية المنظمة التي لا تكون فيها أي دعوة لاستخدام العنف أو لهدم المكتسبات. نعم. مكتسبات الشعب الليبي. سيد شوبار، أنتم داعمون للتظاهرات أم تقودون هذه التظاهرات الآن في ليبيا؟ نعم، أنتم داعمون للشارع أم قياديين في هذه التظاهرات؟ لا، نحن مشاركين في هذه التظاهرات.
مسألة الآن الحث المتظاهرين للهدم وأيضا يعني للحرق بهذه الطريقة وقفل الطرقات نحن نرفضها رفضا باتا. نحن مع الدعوات السلمية، مع المطالب السلمية التي يطالب بها المحتجين في كل المدن الليبية بإسقاط هذه الأجسام السياسية التي هي أساسا هي سبب معاناة الليبيين، وخير دليل على ذلك هو ما وصل إليه الليبيين اليوم من ضنك معيشي، انقطاع في التيارات، تيار الكهربائي لفترة ساعات طويلة، أيضا نقص السيولة ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى أن هذه الأجسام الآن وهذه الحكومات سواء كان حكومة الوحدة الوطنية التي أصبحت حكومة تصريف أعمال منذ يوم 22 يونيو، وأيضا الحكومة الموازية التي تم تسميتها بأجندة روسية من قبل مجلس النواب. ونحن مبادرة القوة الوطنية الليبية ندعو الأمم المتحدة يعني لحل جذري، لخلق حل جذري للأزمة الليبية التي يعانيها اليوم الليبيين. ونحن الحقيقة متخوفين من هذه الاحتجاجات أن تنحدر إلى منحدر الفوضى، نظرا لأن هناك تيارات سياسية مختلفة، وهناك منها حتى التيارات السياسية المتصارعة على السلطة اليوم، طيب، التي تهدف وتريد أن يعني تقفز على هذه المطالب التي يطالب بها المحتجين اليوم. نحن مع مطالب إسقاط هذه الأجسام السياسية، وأيضا مع المجهودات التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل حل الأزمة السياسية في ليبيا، لأن ليبيا بالتأكيد هي دولة يعني تحت طائلة الفصل السابع، وهي دولة من ضمن المجموعة الدولية، هي عضوة في هيئة الأمم المتحدة. وأعتقد أن البيان الأخير للسيدة ستيفاني ويليامز يشير إلى أن هناك سبل بديلة لحل الأزمة السياسية في ليبيا، ونحن حقيقة نترقبها بشكل كبير جدا. أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية السيد محمد شوبار، وأخيرا معك سيد الشريف بخصوص أيضا ما بعد التظاهر الآن في ليبيا، ماذا بعد؟ أنا أعتقد أن على المتظاهرين أولا كما ذكرت تحديد الأهداف من هذه المظاهرات، تنقية الصف هذه المظاهرات بحيث لا يتم استغلالها من أطراف سياسية أخرى، التعبير بكل وضوح وبكل حرية عن مطالب الشعب، كذلك التبيين وتوضيح من هؤلاء، من وراءهم هؤلاء المتظاهرين، يجب أن يظهر ويبين أنفسهم الشعب الليبي ويتحدث عن مطالبهم في وسائل الإعلام حتى يعلم الشعب الليبي من يقود هذا الحراك ليتأكد من وراءه. كذلك عدم فتح المجال لأنصار النظام السابق باستغلال هذا الحراك والمطالبة بعودة النظام السابق، لأن هذه من الأشياء التي لا يرفضها الشعب الليبي وضد مبادئ ثورة 17 من فبراير. كذلك هناك رموز في ليبيا يجب الرموز خاصة مثلا رمزية الشيخ صادق الغياني المفتي حفظه الله، يجب أن يتم محافظة عليها، لأن هذه أو عدم يعني التعرض لها، لأن هذه الرموز التي فعلا قادت الثورة في ليبيا وما زالت محافظة على مهداف هذه الثورة. نعم، شكرا جزيلا لكم وكيل وزارة الدفاع الليبية الأسبق سيد خالد الشريف، كنت معنا هنا في الاستوديو، أشكر جزيل الشكر، وأشكر كل من شاركنا في هذه الفقرة، الدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي الليبي، وأيضا السيد محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل معكم في هذه الحلقة.